كوكا بالنسبة لمستر كولر واحد من اللعيبة الجوكر في أي مركز بيحتاج كوكا. أعتقد اللعيب اللي بيلعب في أكثر من مركز سمة بتميز كوكا وبتدي مرونة تكتيكية أكتر للمدير الفني. اكيد اكيد لعيب الكرة لو بيلعب في مركزين ثلاثة اكيد كل ما انت مركزك بتزيد في الملعب دي حاجة مهمة بالنسبة للفريق وبالنسبة للمدير الفني. لكن أنت بتحب مركز يا كوكا؟ انا بحب مركز 6 نص الملعب، ده اكتر مركز بحبه. في الاول دخلت الناس كلها افتكرتني باك ليفت، ودي حاجة بسطتني وحاجة لا، اللي هو كانت اول مرة اشارك فيها ان انا اديتهم الانطباع ان انا مكاني باك ليفت، ودي حاجة عشان كانت كويسة اثبتت بالنسبة كفاءتك لي في المركز. عشان الحمد لله كنت كويس أوي في المركز وأديت الواجبات بالظبط. والحمد لله لما رجعت المركزي ده اللي أنا كنت بقى مركز فيه أوي، إن أنا لازم أبين إن ده فعلا مركزي، والحمد لله قدرت أعمل ده في الفترة الأخيرة. فأكيد كل لعيب لو ليه كذا مركز دي بتبقى حاجة بقى كويسة بالفرقة والمدير الفني، وليه هو كمان بتزيد فرصة إن هو يكون بيشارك وموجود دايما. انا عارف العلاقه اللي بينكم كلاعب النادي الاهلي، لكن مين اقرب اللعيبه لكوكا؟ وبص اوفا فين. وفضل عمال يطلعنا بره اللقاءات. لا انا الصراحه لما طلعت كانت كل اللعيبه استقبلتني بشكل كويس، فزي ما انت شايف وبتشوف دايما لو ما بتكون معانا في المعسكرات الناس كلها قريبه من بعض، لكن اقرب ناس دايما بتتكلم معايا هو من اللعيبه الكبيره قفشه وكهربا، واللي بيجي لنا من كل حته ده اوفا برضه من اقرب الناس ليا عشان سننا قريب وكنا في الناشئين مع بعض، فلا قريبين من بعض جدا. كوكا 5 بطولات الموسم الماضي اكيد بيشيلكم مسؤولية وحمل للموسم اللي جاي. حققتوا كل حاجة السنة اللي فاتت، فاكيد ده بيزود عليكم الضغوط خلال السنة القادمة. الحفاظ على البطولة بيبقى امر صعب، هتستعدوا لده ازاي يا كوكا؟ اكيد اصعب حاجه اللي انت تحافظ على النجاح اللي انت عملته الموسم الاستثنائي اللي فات ده، فبنستعد ده زي ما بنستعد ده من دلوقتي، عاملين معسكر خارجي باجواء مختلفه بحاجات مختلفه ملاعب مختلفه كل حاجه مختلفه الموسم ده، فده اللي احنا بنحاول نعمله عشان نحافظ على الموسم الاستثنائي الصعب اللي احنا عملناه اللي فات، وده هيكون اصعب الموسم ده ان انت تحافظ على الحاجات اللي انت عملتها الموسم اللي فات ده. فربنا يكرم ان شاء الله ونكون كلنا على قد المسؤوليه وربنا يكرمنا ان شاء الله. اخيرا يكون انطباعك عن المعسكر والاجواء هنا في اوروبا، خاصه ان انت خلاص بعد كام شهر عندك بطوله اولمبياد في باريس، فاعتقد دي يعني كان مهم جدا معسكر الاعداد ده في بدايه الموسم. بالظبط الحمد لله بادئين الموسم بشكل كويس بأجواء كويسة، الدنيا هنا كويسة، بنتمرن على فترتين كل حاجة تمام، جيم الأجواء هنا كويسة، اللعبة قريبة من بعض، بالليل بيبقى الأجواء مختلفة، فبتبقى حاجات كويسة بصراحة المعسكر ده وكمان أوروبا، فلا بتبقى حاجة كويسة جدا بنحاول نستعد بيها، وكويسة بالنسبة لي برضه عشان باريس دي أول سفرية ليا في أوروبا يعني. اوكي انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، يكون موسم موفق سواء ليك مع النادي الاهلي او مع المنتخب الاولمبي، وباذن الله تكون واحد من عناصر المهمه في منتخب مصر. كوكا يا فاروق شكرا، وبالتوفيق الفترة الجاية إن شاء الله، وربنا يكرم النادي الأهلي ونقدر نحافظ على اللي احنا فيه بإذن الله. اشكرك يا كوكا. شكرا يا فاروق. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع احمد نبيل كوكا، واحد من العناصر اللي اتصعدت طبعا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اثبت كفاءته وكان جدير بثقه الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي، ومؤخرا مستر كولر مستنيين منه كتير، مستنيين من كل لعيبه النادي الاهلي وسط هذه الاجواء الرائعه هنا في النمسا. نتمنى مردودا ان شاء الله يكون على اللاعبين هذا الموسم الحفاظ على البطوله، امر صعب جدا. 5 بطولات حققتهم الموسم الماضي، بتتطلب منك ان انت تحافظ على 5 بطولات واكثر ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا جادرين بهذه الامور، ويكون مردود لهذا المعسكر في الفتره القادمه باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.